أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. فإن المعنى الذي تدور حوله هذه الدروس الآن هو معنى إسلامي قرآني، وهو معنى الهداية. نحن حينما نتحدث عن القرآن على أنه أفرز ومجموعة من القيم ومن المفاهيم، هذه القيم والمفاهيم هي كثيرة في كتاب الله عز وجل، وهي التي تجعل الإنسان المؤمن متميزا عن غيره حينما يعمر بها ذهنه وحينما يستبينها. هذا المعنى هو معنى الهداية، وفي مقابله معنى آخر هو نقيض، هو معنى الضلال. فلا بد للإنسان المؤمن أن يعرف أن هنالك هداية وأن هنالك ضلالا من حيث الإجمال، لأن في لحظة من لحظات أو في فترة من الفترات يمكنك أن تسمع من يقول إن الأمور نسبية، ليس هناك هداية، ليس هناك ضلال، ليس هناك حق، ليس هناك باطل، إنما هي أمور يتواضع الناس عليها. فإذا هم شاءوا أن يسموا هذا الشيء حسنا اعتبروه هداية واعتبروا المتمسك به مهتديا، وإذا هم شاءوا أن يسموه ضلالا فهو ضلال والمتصف به ضال. هذه هي الفكرة الخطيرة، هذه أخطر الأفكار التي نادت بها نسبية الأخلاق التي كان يتحدث عنها دوركايم. دوركايم هذا عالم اجتماع فرنسي تحدث عن النسبية، بأنه يقول ليس هناك خير مطلق وليس هناك شر مطلق، إنما هي أشياء يتواضع عليها المجتمع، مجتمعات، والمجتمع هو الذي يصنع القيم. فإذا كان المجتمع فيما سبق سمى هذا اللقاء بين الرجل والمرأة في غير العقد سماه فاحشة وزنا، فسيأتي مجتمع آخر يقبل بهذا، يقبل بهذا اللقاء خارج العقد، ويكون ذلك أمرا ممكنا ومأذونا به ومعترفا به اجتماعيا. ولذلك هؤلاء يلعبون على هذا الحبل ويحاولون إقناع الشباب بأن الأخلاق هي هكذا نسبية. ما هي هذه الأشياء التي تسمونها أنتم الزنا أو الفاحشة، أو كانوا يسمونها الآن تسمى أخلاق جنسية قديمة، أخلاق جنسية كانت سائدة في مجتمعات قديمة. ولكنهم حينما يتحدثون عن المجتمع الحداثي، ما معنى المجتمع الحداثي؟ المجتمع الحداثي ليس فيه أخلاق قارة، ليس فيه أخلاق ذات مرجعية دينية، المجتمع هو يصنع أخلاقه، وبالتالي فأنت لا تستطيع أن تتوقع إلى أين يمكن أن يصل المجتمع حينما يقول بهذا الأمر. فلذلك المجتمع يكون قابلا لأن يتحول من النقيض إلى النقيض. مجتمع حينما لا يكون له مرجع للأخلاق وتكون الأخلاق مصنوعة بشريا، فهذا هو الكارثة. ولذلك لاحظوا المجتمعات الغربية الآن، يمكننا أن نقول إنها انحرفت، وكانت هي مجتمعات مسيحية، وكانت المسيحية فيها أخلاق بالتأكيد، ولكن هذه المجتمعات تركت المسيحية كمرجع، أبقت على المسيحية باعتبارها نظاما روحيا فقط، ولكنها لم تعد مرجعا للأخلاق، ولا يعود المسيحي إلى المسيحية ليأخذ منها الأخلاق. وانفصلت المسيحية التي يؤمن بها مثلا المسيحيون عن كونها مرجعا للأخلاق إلى كونها نظاما روحيا، حينما يتعب الإنسان، حينما يحس بالضيق يذهب إلى الكنيسة، يحس بنوع من الخفة الروحية إن شاء فقط. ولكن الأخلاق لا، الأخلاق تصنع في أماكن أخرى، تفرزها الصحف، تفرزها الدراسات الاجتماعية، يفرزها أناس أخفياء لا نعرف من أين يأتون. هؤلاء الذين يصنعون الأخلاق الآن
هم يجعلون الناس أمام الظاهرة، أمام الظاهرة الخلقية. كان الناس يعيشون أخلاقا مثلا فيها حشمة، فيها وقار، كان الرجل يتعامل مع أبيه بكل احترام، في بعض المرات يخجل من أن يأكل معه، ربما كان هناك زيادة، كانت هناك مبالغة، ولكن الناس على كل حال كانوا يوقرون أصولهم ويستحيون من أبائهم ويستحيون من الأمهات، وهذا يجدونه أيضا في الأبناء، الأبناء يعاملونه بتلك الطريقة. الأب لا يمكن أن يكشف مثلا ساقه أو فضلا عن فخذه أمام ابنه، كان يرى ذلك شيئا مستبعدا كبير جدا، لو أن الولد دخل على أبيه فرأى أن فخذ أبيه مثلا مكشوفا. الحين الآن حينما وصلنا إلى درجة أخرى قلنا الأب ما بقاش فكرة العورة أصلا، أي فكرة العورة تخفف الناس منها، بحيث أن الناس في بيوتهم يمكن أن يلبسوا ثبانا، ثبان حد سليب فقط، ويكون أب معروف على أنه يتحرك داخل الأسرة وأبناؤه ينظرون، وهذا يصنع عليه الأبناء، أي حينما يراه الأبناء ويكبرون عليه يصير ذلك عندهم عاديا. وتخف فكرة أي الآن فكرة العورة التي كان الناس يتهيبون منها، لأن كشف العورة إثم، كشف العورة ليس قضية اجتماعية، كشف العورة له مرجع، الذي يكشف عورته ملعون مطرود من رحمة الله، فالمسلم كان يخاف أن يدخل في باب العورة، وبالتالي فكان الإنسان يلبس ما للبسته ما هو محتشم. ربما الآن حتى إلى المساجد يأتي الناس وهم ليسوا لابسين شيئا، حينما يلبس الرجل الآن، دعنا من المرأة، حينما يأتي الرجل بلباس النوم تقريبا أو بلباس صيفي مكشوف شبه مكشوف، عورته محددة ولا يبالي، ويقف ويصلي ويسجد ويركع وهو ليس لا يجد حرجا، بمعنى أن أخلاقا جديدة سادت في الناس. لماذا؟ لأن الناس لا يعودون إلى القرآن على أساس أنه مرجع للأخلاق. إذن فقلت إن الفكرة الخطيرة التي تبنتها البشرية الآن هي فكرة نسبية الأخلاق. كان هناك في الماضي فكرة أخرى في العلم، في الزمن الأول في عند اليونان كانت هناك مدرسة سفسطائية تتحدث عن نسبية المعرفة، ويقول حينما أقتنع أنا بحقيقة وأتأكد منها وتقتنع أنت بحقيقة وتأكد منها فكلنا على صواب، لأن المعرفة ليست قارة، ليست منفصلة، المعرفة هي جزء من الذات، في حين أن المعرفة منفصلة عن الذات. ولذلك كان سقراط يواجه هؤلاء السفسطائيين، وكانت نقاشاتهم لهؤلاء لفيثاغوراس وغيرهم من هؤلاء الفلاسفة الذين كانوا يعرفون في التاريخ بالسفسطائيين، الذين يرون أن الحقيقة نسبية، المعرفة نسبية. هؤلاء أي نقلوا هذا من الحقيقة النسبية إلى الأخلاق النسبية، ولذلك أنت لا تستطيع أن تتصور إلى أين يمكن أن تتدحرج المجتمعات، حينما تلاحظون بين سنة وسنة أن شيئا كثيرا يطرأ، تحدثنا مثلا عن كشف المرأة رأسها، تحدثنا عن كشف المرأة صدرها، تحدثنا عن كشف المرأة ساقها، وكل ذلك كان يتوالى، ثم الآن المرأة لا تكاد تستر من جسمها إلا القليل، بحيث أن سرها تبدو وأن صدرها أو بطنها يبدو، وهذا يؤلف يمرر عبر مجموعة من الممارسات. إذن هذه القضية التي ذكرت لكم، أي أن القرآن ذكر إن هنالك شيئا اسمه الهداية والهدى، في المقابل هناك شيء اسمه الضلال. إذن ففي الأخلاق ما هو صواب وما هو خطأ، ما هو هدى وما هو ضلال. نحن الأمة الإسلامية بمجرد أن نأخذ بهذه القيمة، أن الأخلاق فيها ما هو هدى وفي السلوك فيه ما هو هدى وما فيه ضلال، لا يمكن أن يحملنا الآخر على أخلاقه بدعوى أن الأخلاق نسبية. نحن سنقول بأن هذا الخلق حرام بموجب الكتاب أو بموجب السنة الصحيحة إلى أن تقوم الساعة، لن نؤثر نحن في الأخلاق، لن نؤثر نحن بالأخلاق
إلا إذا كانت المجتمعات تتأثر بعلاقتها في علاقتها بالقرآن. إذا تركت الأمة علاقتها بالقرآن تبدو فيها هذه الإشكالات وتبدو فيها هذه العورات. لذلك قلت لكم إن قضية الهداية والهدى قضية قيمة في القرآن، هي من المفاهيم التي ترددت في كتاب الله. في بعض المرات نتحدث في الآيات القرآنية عن آية جزئية تعالج قضية معينة، كما تحدثنا فيما سبق عن معجزات مثلا عن قوم صالح أو هود، أو هي محدودة. لكن الهداية في كتاب الله هي قيمة من القيم التي تعم الحياة كلها. ولذلك تكلم تحدث القرآن عن كلمة الهدى والهداية في آيات كثيرة، ولذلك وجب أن نكون لأنفسنا فكرة منضبطة عن معنى الهداية. حتى حينما ندعو للإنسان نقول له هداك الله، أو حينما ندعو لأنفسنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، نعرف ماذا نقصد بهذه العبارة. الهداية كما بينت في بداية الدرس الماضي هي أصلا دلالة وبلطف، هي تكون دلالة وفيها معنى اللطف، أي لا يكون فيها عنف، لا يكون فيها إجبار، بل هي دلالة بلطف، وهذا اللطف هو الذي يقود إلى المطلوب، وهذا شيء جميل. العنف لا يمكن أن يؤدي إلى الحق، الحق يؤدي إليه الصواب. حينما يكون الشيء قويا في حجته وفي دليله يكون جديرا بأن يتمسك به. معنى أننا لو صخبنا كثيرا، لو حاولنا أن نلزم الناس ببعض الأخلاق، لو أننا ضغطنا على بعض الأخلاق، يمكننا أن نتحكم في أجسامهم، نمنعهم في أجسامهم أن يفعلوا شيئا ما، ولكن هل نستطيع أن نجعلهم في مستوى هذه الأشياء الذي ندعوهم؟ لا. ولكنك حينما تدعوهم إلى الشيء بالدليل الهادئ الرصين فأنت تلزمهم بما تريد أن تدعوهم. فرق هنا، مشي القوة، مشي القوة هنا، قوة الحجة. حينما يأتي رجل بكل عفوية يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكا سؤال، تأذن لي في الزنا؟ ولكن هذا إنسان طيب، لأنه ما مشاش زنا، سأل، هذا بداية الخير فيه أنه ما زنا، والزنا كان فيه، كان له نزوع، شاب صغير فيه نزوع للزنا، فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزنا حرام، وإنما طرح عليه مجموعة أسئلة. هل تحبه لأمك؟ قال لا. هل تحبه لأختك؟ قال لا. هل تحب؟ إذن فبمن ستزني؟ هؤلاء النسوة هن أيضا أمهات لآخرين وإخوة وأخوات وعمات وخالات، إذن فأنت تريد أن تفضل نفسك على، أي ما لا تريده لنفسك لا يريده الآخرون لأمهاتهم ولأخواتهم ولي. فإذا، وهذا يكفي أن نقول للإنسان الذي يزني أن يتابع مثلا فتاة ويريد أن يفسد لها دينها وشرفها، لتجعل هذه الفتاة هي أختك، هل تحب؟ ينتفض ويغضب، ولكن هذه الأخت هي نفسها، هذه الفتاة هي أخت لآخر، لشخص. إذن فالزنا فيه أنانية، فيه أنك تفضل نفسك على الآخرين، فهذه إحراجات، هذه إحراجات، أي أنك لا تغضب عليه، وإنما تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا السؤال، إنه سؤال فيه طلب الإذن بالزنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأذن بالزنا. ألا لا يتصور الإنسان بأن هذا فيه سوء أدب؟ ألا يمكن أن يقول أحد هذا فيه جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له قوة لإقناع، فطرح عليه فقال له ادعو الله أن يجعله أو يبرده في قلبي، فدعا الله، بمعنى أن هنالك عقولا استوعبت هذا الدليل ثم التزمت به. هذا الشيء الذي وقع. لذلك اللطف هنا مهم جدا. لماذا، كيف، متى نكون أو يكون فينا اللطف في الدعوة؟ إذا كانت الحجة عندنا قوية. من أجل أن تكون لطيفا يجب أن تكون قويا، من أجل أن تكون لطيفا يجب أن تكون قويا. حينما تجدون مثلا مفكر من المفكرين، رجل عبقري من العباقرة يناقش الآخرين ويلزمهم ويفحمهم، لماذا؟ لأنه قوي في حجته ولأنه يعرف ما يقول. وإذا لم يستطع
فلا شك أنه سيغلب، إذا لم يكن له حجة قوية سيغلب وسينهزم ويعود إلى الصخب وإلى الضجيج وإلى الضرب وإلى وإلى وإلى. وهذا الأمر جميل جدا أن يربط بين الهداية واللطف. ولذلك قالوا إن من الهداية الهدية، الهدية تشبه الهدية. ما هي الهدية؟ الهدية شيء تقدمه لإنسان آخر. الهدية شنو هي؟ هي نهاية اللطف في العلاقة بين الإنسان والإنسان. أنت حينما تتصدق على إنسان تلاحظ فيه أنه في حاجة، تعطيه شيئا ليأكل ليشرب ليلبس ليؤدي حاجة من حاجة. وفي بعض المرات لا تلاحظ هذا الأمر، فأنت تلاحظ في الإنسان أن له روحا وأن له معنى وأن له اعتبارا وأن له كرامة، فتريد إذن أن تتعامل مع هذه الأشياء، تريد أن تعطي شيء، تعطيه شيئا تمس به كرامته، أي تريد أن ترفع من قيمته ومن كرامته ومن مكانته. لو جئته مثلا بكيس من الدقيق لكنت تريد أن تطعمه خبزا لأنه جائع، أو لو جئته بقفة من طعام لكنت تريد أن تقول له إنك لا تجد طعاما فهذا الطعام. ولكن أن تأتيه بشيء ليس له من هذا القبيل، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديد، ما هي القيمة المادية للخاتم؟ خاتم صغير وهو ليس من ذهب هو من حديد. وحينما تأخذ امرأة من الرجل الذي يعطيها صداقا خاتما هو حديد وتضعه فيه، إما أن تكون المرأة في مستوى وإما أن لا تكون. فإذا كانت المرأة في المستوى فرحت وقالت إن الرجل هذا الزوج الذي جاء يخطبني الآن كان يفكر فيا، كان في مدينة أخرى وكنت في ذهنه فتفكر ولكنه لم يجد إلا الخاتم فأعطاني الخاتم. فهي تلاحظ هذا المعنى أنه كان يتفكر وأنه يذكرها وأنه لم ينسها، هذا المعنى. وهي لا تستحضر المعنى، معنى أن تقول أن الخاتم لا قيمة له ولا أهمية، الناس يجيبوا الذهب ويجيبوا كذا ويجيبوا هذا الخاتم ديال تفيدوا، هو هذاك المستوى. لذلك قالوا إن الهدية على قدر المهدي لا على قدر المهدى له، الهدية على قدر المهدي مش على قدر المهدى. فالمرأة قيمتها كبيرة جدا وأنت لا تجد إلا خاتما من حديد، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش سلفوا لي جيب لي خاتم ديال الذهب ولا ديال كذا أو دبر على الضيامة ولا شي حاجة باش، لا التمس ولو خاتما زيد من حديد. ما اعتبرش النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديد هو إهانة، فقال التمس ولو خاتم. المهم أنه كان يذكر هذه المرأة وقدم لهذا، لم يجد إلا ذلك. الهدية على قدر ياش المهدي لا على قدر المهدي. لو كانت الهدية على قدر المهدى له، لو كانت الهدية على قدر المهدى له ماذا يمكن للإنسان أن يهدي لله؟ نحن نهدي لله في 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 في, في الحج الهدي، هذه ذبائح، هذه هدايا نقدمها لله عز وجل. ماذا يمكن أن تفيد هذه الشاة أو هذا الجمل أو العناق أو ماذا يفيد؟ هل هذه الأشياء تساوي مقدار الله عز وجل؟ لا، هي تساوي مقدارنا نحن. ولذلك هي على قدر قيمتنا نحن، على قدر قيمة المهدى له الذي هو الله تعالى. فلذلك قلت إن الهدية فيها معنى اللطف، وهذا شيء جميل في 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 عند المسلمين. أي لو أخذنا هذا المعنى وحللناه وقدمناه للناس لكنا نقدم للناس شيئا جميلا فيه. فأن تهدي لزوجتك خاتما في هذا المعنى الذي هو معنى اللطف. ولذلك نرد على الذين يقولون إن المسلمين حينما يعطون الصداق للمرأة يشترون به المرأة، أبدا، المرأة لا تشترى بخاتم من حديد، خاتم حديد الحديد لا يشتري، لا يمكن أن تشتري به حيوانا صغيرا. ولكنك حينما ترى أنه ممن أهداك هذا الشخص، ماذا تفيد حينما يعطي الآخرون وردة؟ وردة في بعض المناسبات يعطي بعض الشعوب تعطي وردة، الوردة هي رمز، فيها حمرة الدم
فيها أشياء من هذا القبيل، فيها رموز، ولذلك يأخذها الذي يأخذها ويصر بها ويعجب بها. تعرفون هذا في بعض الدول الآن في بعض المناسبات يأخذون وردة واحدة يضعونها في شبه غطاء شفاف ويقدمونها لكل الناس، للكبار للصغار، يقدمها الطفل لأمه، يقدمها الزوج لزوجته، تقدمها الزوجة لزوجها، ويعتبرون ذلك. أما إذا كانوا يفكرون بالحجم وبالكتلة فهم لا يرون فيها شيئا. وجيب لي أنا الخبز، وجيب لي السكر، وجيب لي قلب ديال السكر أحسن من هادشي، بحال اللي مشينا حنا كلنا نفكروا بقلب السكر، تخلط علينا الهدية مع الجوع، معنى ما أنكش تديله باش ياكل ولا تديله باش، فهذا شيء آخر. إذا في الهدية، الهدية فيها معنى كما قال العلماء، فيها معنى اللطف. ولذلك قالوا إن الفرق بين أن تعطي المادة أو أن تعطي الدلالة هو هذا. إذا أعطيت الدلالة قلت أنت هديت، أنت هديته إلى الطريق، أي أعطيته بلطف فتعبر بهذا هدى يهدي. وإذا أنت أعطيته شيئا ماديا أضفت الهمزة فتقول أنت أهديت. الفرق بين هدى وأهدى، وهما فيهما كلاهما فيه لطف، إلا أنك حينما تقول هدى أعطى دلالة ومعنى ووضوحا. وإذا أنت أهديت فأنت قدمت شيئا ماديا، تقدم خاتما، تقدم علبة فيها شيء، تقدم كتابا، تقدم وتقدم. وهذه أشياء مهمة جدا في الهدايا، هذا رمزية كبيرة عبر التاريخ. لو شئنا نستقرئ هذا في التاريخ لستجدون أن هذا حينما يأتي إنسان كبير ويقدمون لنا له مفتاحا كأنهم قدموا له المدينة، يقال له في بعض الهدايا كذا يقدمون له مفتاحا، أي كأنهم يقولون له قدم. طبعا هذه المدينة ليس لها أبواب أصلا الآن، ولكن رمز كأنهم قالوا له أنت صاحب هذه المدينة. والآخر لابد أن يجيب بجواب آخر. هذه الهدايا دائما فيها هذا المعنى ديال ورب مريد ضره ضر نفسه، وهاد أهدى إليه الجيش وما هدى. هذا المتنبي لما كان يتحدث عن رب مريد ضره، هناك من كان يريد ضر هذا، ضر نفسه، وهاد، ورب هاد كان يريد أن يهدي الناس، أهدى إليه الجيش وما هدى، وما هدى الجيش. إذن لاحظوا كيف يلعب على هدى وأهدى، فأهدى أعطى شيئا ماديا، وهدى أعطى دلالة ومعرفة، وكلاهما فيه هذا المعنى الذي ذكرت لكم وهو معنى اللطف. هذه الهداية وهذا العطاء هو وارد في القرآن الكريم كثيرا، وفي الاستعمال الشرعي وارد بكيفية واسعة. فلنقول إن الهداية قسمان، هداية الله للإنسان وهداية الإنسان للإنسان، هداية الله للإنسان وهداية الإنسان للإنسان. فأما هداية الله للإنسان فلها مظاهر ورتب، أولى رتبها هي الهداية العامة التي منح الله هذا الإنسان حينما جعله قابلا للأفكار، للآراء، مميزا بين الحق والباطل. فالله تعالى أعطانا الهدية الكبرى التي هي هدية العقل والفطرة السليمة والمعارف الضرورية. هذه هي الأشياء الأولى التي زود بها الإنسان، هي أصل كل الخيرات التي جاءت الإنسان. لو لم يمنح الإنسان هذا العقل ماذا كان يمكن أن يقع منه؟ هل نطلب منه بعد ذلك أن يتأمل القرآن؟ هل نطلب منه أن يعبد الله مع عبادة صحيحة؟ هل ننهاه عن المعصية ونأمره بالطاعة؟ لا شيء من ذلك. إذن أصل التكاليف كلها وأصل الخير هو العقل، والعقل مظنة التكليف
العقل مظنة التكليف أي به يقع التكليف، هذا الأول. إذن فهذه الهداية هداية عامة أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان، والله تعالى أهدى كل الكائنات من غير الإنسان أشياء أو غرائز أو قوة بها تستطيع أن تحصل على ما يحفظ بقاءها. هناك نحل، إذا نظرت إلى النحل على أساس أنه حشرات صغيرة فهو حشرة صغيرة، ولكن إذا أنت نظرت إليه على ما ركزه الله فيه من الأفعال العجيبة ومن التصرفات الغريبة فتعرف فعلا أن هنالك هداية أعطيها هذا النحل ليمثل بها هذه المملكة العجيبة. النحل ليس حشرات سائبة، بل إن هنالك مملكة منظمة هي مملكة النحل، فيها الملكة، فيها الشغلات، فيها اليعاسيب، فيها أدوار متعددة، وكل يؤدي دوره وينتج هذا الرحيق، هذا العسل. وحينما نتصور نحن مثلا نتصور نحن ونحن نمر في بعض المرات في غابات، أنتم يمكن تلاحظوا هذه القضية، أنتم يمكنكم أن تمروا بغابات فيها أشجار وتجدون أن بعض النحالين الذين يربون النحل يضعون جباحا اصطناعيا، الآن جبح وعبارة عن صندوق خشبي ويضعونه ويربون فيه النحل، عشرات صناديق. هذا النحل كل واحدة تخرج من المكان الذي خرجت من الجبح الذي تخرجت فيه، ثم تنطلق في الجو وتسبح في الجو، ثم تعود في الوقت الذي تعود فيه بعد أن تقطع مسافات كبيرة. كيف تعرف هذه النحلة الصغيرة جدا أن هذا الجبح هو مكانها؟ أنا أرى البشر يخرج في منن، في منن من الخيام فلا يعود، بشر يخرج من الخيمة فلا يعود، رغم أن هنالك أعلاما وهناك أدلة وهناك وهناك، يضيع مجرد أن هذه النحلة تطوف حيثما شاءت ثم تعود وتجد مكانها. من علمها كلها، أعطاها كل هذه الدقة؟ هذه هداية، هذه هداية. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. وأنتم لو تتبعتم حيوانات، حياة الحيوان والأسماك والطيور وكيف تتلاقح وكيف تتزاوج وكيف تعيش وكيف تقاتل وكيف تدافع، ستجدون العجب العجاب، وسوف يعرف الإنسان أن الله نظم هذا العالم تنظيم دقيقا دقيقا ليس بعده مزيد، تنظيم عجيب جدا. هذه هداية عامة. ثم هنالك هداية تليها، والهداية الثانية هي هداية إرسال الرسل. فالله تعالى أرسل الرسل للناس، وهؤلاء الرسل جعلهم أدلة على الحق. الله أعان هذا الإنسان، الإنسان له فكر، ومع ذلك فالفكر قد يضعف وقد يزل، فلذلك أعانه الله بشيء آخر هو هؤلاء الرسل، فجاءوا ليقرعوا الأجراس، ليقولوا للإنسان لا تفعل كذا، لا تفعل كذا. والإنسان تأخذه في بعض المرات هذه الضلالات الكبيرة، هذه الشهوانية، ولكن الرسل يردون. ولكن من تعامل معهم، من قرأ، من فهم خطابهم رجع، ومن لم يكن له بالرسل علاقة فإنه سيخسر هذه الهداية لا شك في ذلك. ولكل قوم هاد، رسول دال، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل. فالرسل هم
أدلاء على الله تعالى. ثم مما حقق به الله تعالى هذه الدلالة هو كلام هؤلاء الرسل، المضمون الذي جاء به هؤلاء الرسل، وهو الكتب. الكتب السماوية هي هداية إلهية للإنسان. لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره بأفكار مبعثرة، بقول القرآن بأفكار مبعثرة، وقرأ القرآن فعلا في رمضان ولا في غير رمضان، وسجل كم من فكرة تغير مع برمضان بقراءة القرآن، أي في آخر رمضان. خذ القرآن وقرأه، وكل مرة تجد فكرة جديدة تغير الفكرة التي كنت تعتقدها سجلها، ستجد أن القرآن يحدث فيك بعد القراءة الواحدة انقلابا كاملا في كثير من الأشياء. لأن كثير من الأشياء هي موروثات، هي أخطاء، هي شهوة، هي جهل، ولكن هذا الجهل نبت مع الناس ونشأ مع الناس. ولكن تقف مع الآية، تمر بها، تقف معها وتشعر فعلا أن عندك هفوة في هذا المجال أو فراغ في هذا المجال وتعود. أنا في بعض المرات يسألك شخص مثلا، أنا كنت مثلا تاجرا أو كنت موظفا وكنت أتعاطى وكنت أخذ الرشا، كان مرتشيا أو كان يتعامل بالحرام. اليوم سألني واحد من هذا القبيل ويقول أنا تقل علي هذا المال الذي جمعته كله من حرام، وفعلت وفعلت، كيف أتوب؟ أنا مش نجاوبه كيف يتوب. كيف وصلت إلى هذا؟ كيف وصلت إلى هذا؟ هذا سمو كبير، هذا علو كبير. ولكن الإنسان المتدين مثلا، هناك متدينون لا يسألون عن الحلال والحرام، هم يحللون ما يشاءون ويحرمون لأنفسهم، شهوتهم ونفسهم ورغبتهم هي الشرع، هي إرادتهم هي الشرع. إذن فرق كبير بين إنسان شعر بأنه أخطأ، ولكن من الذي لك؟ لا شك أنك تجد أن هنالك لحظة آية اجتذبته. هناك من يمر عليها 100 مرة ولا توقفه هذه اللحظة. هناك إنسان وقف أمام آية فيها نهي عن أكل الباطل أو أكل أموال الناس بالإثم، ويقرأها. هناك من يقرأها ويستزيد، لكن هذه اللحظة أوقفت هذا الإنسان وردته. هناك من تطغيه الدنيا، حل عيني على الدنيا، ولكن حينما يقرأ في القرآن الكريم وضع الدنيا في مكانها، يعرف إلى أين يجي، إلى أين يذهب، إلى أين يتجه، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة. إذن فالقرآن فعلا هو الهادي الأكبر بالنسبة لنا الأمة الإسلامية، لأن مضمون ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، هو أنه نقل إلينا القرآن ونقل إلينا السنة المطهرة، فكانت هذه هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث للقرآن للهداية أي في القرآن الكريم هو مستوى فيه الهداية بمعنى التوفيق، أي حينما يوفقك الله تعالى لفعل الخير، للعبادة، للاهتداء، فليس لأنك فقط أن لك عقلا كبيرا، هناك من له عقل أكبر منك ومع ذلك هو في ضلال. هذه لحظة رحمة إلهية، لحظة رحمة إلهية بالإنسان، أن يقذف في قلبه هذا الإشراق فيتوب. يوفقه الله تعالى لشيء يعجز عنه الغير، وأنت تلاحظ أن الذي يقوم مثلا يقول سأصلي، سأقرأ القرآن، سأتصدق، سأفعل، هذه قرارات ليست سهلة، هذه قرارات في حياة الإنسان قد يقولها الإنسان وقد يعجب بها الإنسان، ولكنه مع ذلك لا يأتي منها شيئا. نحن نلاحظ الآن في بعض المرات نتحدث مثلا عن في دروس في رمضان وفي غير رمضان عن أنواع العبادات، تسمعك امرأة من بعد تسولك تقول لك أنا الله يخليك أنا أصلي الضحى، وراي فلت لي بعض المرات الضحى وأصلي كذا وأصلي كذا وأصلي كذا، هذا ما مش يصلي حتى الناس اللي راهم في الجامعة لاصقين كاع في الجامعة ما مش يصلي. من أين جاءت المرأة هذا؟ من جهة هذا؟ هذا نور،
هذا نور قذفه الله تعالى في قلبها في لحظة من لحظات أعطاها الله هذا النور، وهي الآن متمسكة به، حياتها هكذا. كثير من تجد الناس ناس عاديين، صلاتهم كبيرة جدا، صيامهم صحيح، صدقتهم، يقينهم، شيء غريب جدا في حياة الناس، ليست مرهونة، ليست رهينة بالمعرفة الكبيرة ولا بالعقول الكبيرة ولا ولا، هذو ناس عاديين، ولكن الله تعالى يعطيهم، هذا يسمى توفيقا من الله تعالى. وهو يحتاج أولا، هو رحمة من الله تعالى، ويحتاج إلى أن يضع الإنسان نفسه في الطريق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بدأوا بالمجاهدة فهداهم الله للسبل، فصاروا على الطريق المستقيم. هذا التوفيق إلهي يحمد الإنسان الله عليه إن تحقق له في شيء ما، يحمد الله حينما يقول، تلاحظون الآيات الحديث الذي فيه أن الشخص الذي كان يراود امرأة عن نفسها ثم إنها امتنعت منه ثم اضطرت بعد مسغبة ومجاعة فجاءته تقترض شيئا لتأكله، وصلت لتنقذ نفسها وأهلها، فطلب منها الفاحشة فخضعت مضطرة لأنها كانت أمام الموت جوع، ثم أراد هذا الشخص أن يأتيها فقالت هي كلمة وقالت له اتق الله أو لا تفض الخاتمة إلا بالحق، فصفع هذا الشخص ثم تراجع. أتعرفون أن هذه اللحظة هي أشد اللحظات في حياة الإنسان؟ لحظة جموح للشهوة، لحظة كان ينتظرها الإنسان ويتوقعها ثم تراجع، ليس لإرادته فقط تراجع، هذا توفيق إلهي حل به في تلك اللحظة فحسم هذا الموقف، لأنه كان يمكن أن يقع في التردد لمدة يوم كامل، لكنه حسم في لحظة ثم تاب إلى الله تعالى ورجع. هذه اللحظات التي فيها يقع فيها هذا اللطف الإلهي، هذه الرحمة الإلهية، هذا هو التوفيق. ولذلك حينما يسأل الإنسان غالبا حينما يسأل الله الهداية قل يا رب اهدنا، ما معنى الهداية؟ أن يبين فقد بين، أن يعطيك العقل فقد أعطاك، أن يبين لك في القرآن فقد بين كذلك، أنت ترجوه أن يوفقك، بمعنى أن يقذف الهداية في نفسك ويوفقك إلى فعل الخير. هذه الهداية حينما تحل بالقلب تنصاع الجوارح وتنضي مع القلب، وإذا حلت الهداية قلبا زيد نشطت للعبادة الأعضاء، ما عرفوش نزل البيت هذا من البيت ديال الهمزية، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء، الأعضاء تستجيب لمقدار الهداية الموفورة والموجودة في القلب، فحينما توجد الهداية تطاوع، وإذا كانت الهداية منعدمة والقلب منكوسا فإن أي طاعة تطلبها من الإنسان لا يستطيعها، كالإنسان عاجز، عاجز تماما، أي شيء تقول له ما يقدلوش، هو في شهوات يسرع، كاين الماكلة، كاين الفلوس، كاين كذا، كاين كذا، كاين جنس، هو موجود معك لا يبالي ولا يتعب، ولكن كي يجي تقول له غير شي حاجة ولا حول ولا قوة، ما قديناش ما شاء الله، ويعطيك الأعذار 700 عذر ويقعد الأرض. ها، إذن فهذه الهداية هي المحرك لهذه الهداية المحرك للأعضاء لتنشط وتمشي لتسير في معها الأعضاء. أخيرا الهداية الرابعة هي أن يهدي الله الناس إلى الجنة يوم القيامة. تحدث الله تعالى عن المؤمنين بأنه سيهديهم، يهديهم ويصلح بالهم
ويدخلهم الجنة طيبها لهم. عرفها بمعنى طيبها، جعل لها عرف. العرف هو كالعرف والعرف، هذا العرف هو الرائحة الطيبة الذكية. عرفها بمعنى هناك من فسرها عرفها أي بينها لهم من التعريف لا من العرف. عرفها جعلها طيبة، وكلاهما صحيح. عرفها الله تعالى، عرف لنا الجنة بما ذكر فيها، وعرفها سيعرفها للناس أي يجعلها لهم ذات عرف طيب. هذه هداية. ويوم القيامة حينما يكون الناس هناك، حينما يتحقق مقامهم بالجنة، يقولون هذا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وهذه هداية هي حلول في الجنة، وإن كنا نحن في بعض المرات نقرأها بمعنى أنه وفقنا إلى الصيام. نقول بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو، وإن كان هذا في القرآن في مكان آخر أي في دخول الجنة، ولكن على كل حال هذا استعمل. إذن فهذه درجات أربع في الهداية، لكن العلماء يقولون إنها هدايات متراتبة متراكمة. فالهداية الأولى هي الأصل، هي هداية العقل والمعارف الأساسية هي الأصل. فمن لم يكن له عقل لا نتحدث معه عن الهدايات البواقي. ثم تأتي الهداية الثانية التي هي هدايات الرسل والقرآن والكتب، وهذه تليل أخرى. ومن لم يقرأ الكلام الرسلي ولم يقرأ ما جاءت به الرسل فلا يمكن أن يوفق إلى فعل شيء ولا يهدى إلى الجنة. إذن من فقد الهداية الثانية أي لم يتعامل مع كلام الرسل فإنه يفقد الهداية الثالثة والرابعة. الثالثة التي هي التوفيق، والرابعة التي هي دخول الجنة، لا يتحققان له لأنه فقد الهداية الثانية. ومن لم يتحقق له الهداية الثالثة أي التوفيق، لم يوفقه الله للعمل، أي هداه الله الهداية الأولى فأعطاه عقلا وهداه الهداية الثانية فبين له كلام الرسل، ولكنه حرمه الهداية الثالثة التي هي توفيق إلى الأعمال الصالحة فلم يفعل شيئا، إذن فيحرم الهداية الرابعة. إذن فكل هدايات هكذا، فيعطى الهداية الأولى التي هي هداية العقل والملكة والفطرة السليمة، ثم تأتي بعد ذلك هداية البيان الذي يأتي به الأنبياء، ثم يأتي بعد ذلك الهداية التي هي توفيق الله، ثم تأتي بعد ذلك الهداية التي هي حصيلة كل ذلك وهي الجنة. لاحظوا كيف قالوا إن هذا كلام قاله الراغب الأصفهاني حينما تحدث عن الهدايات وقال إنها متراكبة. ولاحظوا أن العلماء حينما يتحدثون في كتاب الله مثلا، أو حين هم لا يتحدثون حديثا مسترسلا فيه معاني أو في أشياء متناثرة، هناك أشياء يجب أن تضبط. الهداية يجب أن نتحدث عن الهداية في الهداية فقط، ما كاينش حاجة أخرى، لأن الهداية يجب أن تستوعب ويجب أن ينظم الفكر على أساس أنك تحمل هذا المعنى القرآني وهو الهداية. ما هي الهداية؟ وحينئذ سوف تجد الآن أي ابتداء من هذا التقسيم يمكنك أن تقرأ القرآن الكريم وتفهم كثير من الآيات التي ورد فيها كلمة الهداية بيسر، وستضعها بيسر وسهولة في مكانها. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، معنى لا يهدي، لا يعطيهم عقولا، لا يبين لهم، بين، لا يهديهم بمعنى لا يوفقهم. والله لا يهدي القوم الظالمين، اقرأوا هدي الله، ندينها في المحل اللي بغيت ندينها. هل تقول بالهداية الأولى، هل المراد الآن أن الظالمين ليست لهم هداية، ليست لهم عقول؟ مش صحيح، هم لهم عقول. هل نقول بأن الأنبياء لم يبلغوهم؟ لا، قد بلغوا. إذن فما هو المنفي؟
أي الهداية التي نفاها الله تعالى عنهم هي التوفيق، أي إن الله لا يوفق الظالمين. لماذا؟ لأنهم ظالمون، فلما كانوا ظالمين لم يوفقوا، كما أن الذين جاهدوا في الله هداهم سبل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي لنوفقنهم. وإذا كان الله لا يهدي القوم الظالمين فلأنهم أيضا لم يجاهدوا فركبوا الظلم واستمرأوه فذهبت منهم التوفيق. إذن فالتوفيق يحتاج إلى استعداد من الإنسان، وهكذا تقرأ القرآن فتستطيع أن تضع الآيات في مكانها وتستطيع أن تفهم خطاب الله تعالى. إننا حينما نتحدث عن الهداية الآن في كتاب الله نتحدث عن الهداية على أساس أنها مع هذه المعاني كلها أنها وظيفة أساس للقرآن الكريم. القرآن الكريم حينما عرفه الله تعالى قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، زيد، أولئك على هدى، هم هدى أولئك على هدى. فهم فالرسالة القرآن أنه هدى، وهؤلاء الذين أنفقوا والذين آمنوا والذين هم على هدى، إن هو هدى وهم على هدى، بمعنى أنه من المنطلق إلى النهاية القرآن هداية والمؤمنون استجابوا فكانوا مهتدين، بمعنى أنه من المستحيل أن تكون مهتديا خارج القرآن، مستحيل أن تهتدي بلا قرآن. إذا اهتديت بكلام زيد أو عمر فأنت الآن متوهم، يبدو لك أنك على هداية، ولذلك أفكار البشر تذهب بك بعيدا. لو قرأتم كلام البشر لزين لك البشر كثير من الأخطاء وكثير من الضلالات، ولكنك حينما تريد أن تعرف نفسك إن كنت على هدى أم ليس أم لم تكن على هدى فابدأ من كتاب الله، ثم طبق هذه الصفات، فبقدر ما تجد هذه الصفات متجسدة في سلوكك فأنت قريب من الهداية. أما الآخرون فقد يحلمون بما يشاءون ويقولون هذا فعل وهذا قدم وهذا أخر وهذا يطلع وهذا يبطه، ذاك شي كلام خاوي لا قيمة له، لأنه لا أحد مشهود. من الذي يشهد الإنسان بالهداية إذا لم يشهد لك القرآن بالهداية؟ القرآن هو خطاب الله، كلمة الله، الله يعرفك بهذه المضامين التي هي مضامينه ومعانيه، يقول لك هذا الذي أريده منك، ومن غير القرآن ما تبقاش تبحث على حاجة أخرى. القرآن وصحيح السنة هما المسلك لكل هداية. إذن أيها الإخوة، نحن نتعامل مع القرآن، ونحن سنأتي شهر القرآن ونقبل على القرآن وسنقرأ القرآن إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لنعيش رمضان مع القرآن. لكن القرآن لافتته الكبرى وغايته هو الاهتداء، فحينما نقرأ كل سنة القرآن بقصد هو قصد القراءة ونيل الأجر، أجر التلاوة، هذا جميل، ولكن أجمل من ذلك أن نهتدي به. كيف نهتدي به؟ أن نفهم بعض مضامينه. إذا كان الإنسان الآن الذي نحسب أنه صالح ويقرأ القرآن ويلازم القرآن، إذا كان الإنسان ليس عنده على الأقل تفسير كلمات القرآن ويقرأ القرآن دائما وكأمره ما فهتم بكلمات القرآن، لماذا لا يكون عند الإنسان تفسير موجز، حتى إذا لم يكن تفسيرا كبيرا على الأقل تفسير كلمات القرآن، ليعطي الدليل من نفسه أنه فعلا يريد أن يهتدي بالقرآن. لأنك لا يمكنك أن تهتدي بشيء لا تعرفه، أنت لا يمكنك أن تستفيد من رسالة لا تقرأ لغتها، أنت جاءتك رسالة بالألمانية تتحدث لك عن أشياء جميلة جدا وأنك لكنك لم تستطع. لو قال جاءتك رسالة ألمانية أو إنجليزية وأنت لا تحسن هذه اللغة وهي تبشرك بأشياء بأنك نجحت وبأنك وكذا، فماذا تفعل بهذه الرسالة؟ يمكنك أن تلقيها وفيها شيء كبير. ما الذي منعك من أن تستفيد من مضمون الرسالة؟ ما الذي يجعلك تحرم من استفادة من هذا الشيء الذي جاءت الرسالة تبشرك به؟
جاءت ربما لتعيدك أو بنجاح في كذا في مشروع أو كذا، ولكنك أخذت رسالة وطويتها ومشى المشروع مشى تا يكبر ولدك ويقرأ يقول لك أبارا هذا كنا كنت غلط رفيها شحال مليون مشات لك، ما عندي ما عندي ما قريتش القضية. هذا القرآن نفسه. إذن فالهداية ليست بالقراءة فقط بالتلاوة وفيها أجر، وإنما بمحاولة فهم المعنى. ليت لنجد الناس يجلسون، هذا هو صيام رمضان. يقول يا سيدي احنا بغينا ندير، الله يجزيكم بخير، بغينا ندير واحد الطريقة جديدة في الصيام، نجيبوا مجموعة ديال الشباب، الحمد لله عندنا مثقفين وعندنا شباب وعندنا ما نجدوش ما عندوش، شوفوا غير القرآن نبداو بالصور قصص الصور. الله يخليكم نديروا مثلا قبل العصر ولا غير 10 ديال الناس يقعدوا بيناتهم، ماشي ضروري يجيو شي فقيه ولا يجيو نقراو شي حاجة، الله يخليكم نقراو واحد شي شوية الأقل حزب نقراوه بكلماته، ما نكثروش ما نمشوش للتفاسير الواسعة ولا نمشوش نقراو غير الكلمات، ما تجبروا واحد شي مصاحف مطبوع فيها مفردات، هذيك فيها أجر، هذيك فيها أجر، وهذاك هو الأمر الذي يريد الآخرون أن يبعدون عنه. قل لك ما تقراش القرآن ولا قراه ما تفهموش ولا فهمتوا ما تطبقوش، فهمت؟ دائما كاين عقل كاين حاجز بينك وبين القرآن. فقراءتنا التي نقرأ ثم نقرأ ثم نقرأ ونحن لا نفهم شيئا، جميل أن نقرأ ولكن أن نقرأ لأجل أن نفهم، لأن القرآن هداية، وكيف تهتدي من شيء أنت لا تعرف معناه؟ إذن فوجب إذن أن نهتدي. شوف هذه الرسالة الكبرى للقرآن وهي الهداية، هي الرسالة العظمى للقرآن، هي مكان، هي مكان الخلاف بيننا وبين الغير. الناس يقولون ماذا تريدون من القرآن؟ احنا ما نمنعكمش من القرآن، بغيت القرآن قرأ القرآن مصحف قرأ، تريد أن تتلوه، تريد أن تجوده، تريد أن تصوره، تريد كذا، الله يعاونك، تريد أن تأخذ منه منهج الحياة، احنا لا، هذا ما نقبلكش. هذا هو سر الخلاف بيننا وبين الآخرين. قرأ القرآن دير اللي بغيت، إلا جاء مات شي واحد قرا عليه، ولا زاد عندك شي واحد قرا وتمشي في الزنقه قرا وجودو وجمع الكاسيطات ديال الدنيا كلها، ما كاش اللي يقول لك. وكأن تقول أيها الناس لنضبط القرآن على وتيرة القرآن، لنقول للناس إن الحياة يجب أن تقاس بوتيرة القرآن، ويجب أن نصحح سلوكنا بناء على القرآن. إيوا بغيت تردنا للوراء وتردنا الكذا والعصور، وهم في الحقيقة بعض الناس يقول لك، شوف بعض الناس يقولوا العلماء متحجرون لا يواكبون العصر لا يعرفون لا لا كذا، طيب شنو هي هذا؟ هذوك الآن هم يريدون أن يسبوا القرآن، ولكن ما يقدوش يسبوا القرآن فيعطيه صفة بشرية باش يسلكوا هما. احنا لما نقول للناس إن أحكام الله في الإرث أحكام شرعية يجب تنفيذها، لأن تعرفوا بلي الناس راهم يتكلمون على الإرث، ها الإرث يجب أن نغير فيه مجموعة ديال النساء ما عرفوا ما لا إرث ولا غير الإرث، لا يفقهن في شيئا، جاهلات، ها جاهلات، مجموعة ديال النساء قعدوا الآن ما عندهمش موضوع ما عندهمش قضية، خصهم يبحثوا شي حاجة في القرآن شي 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 تقبه في القرآن. الآن داروا ضجة كبيرة في 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 في, في ندوة سابقة أنا ذكرت هذا، تحدثت عنه، كانوا حاضرين شي ناس شي إخوان حتى هما داروا، وقالوا باللي فلان قال بأن من يريد تغيير الإرث فهو أحمق. أنا قلتها في شي، وجات منظمة من المنظمات الكبيرة في المغرب ودارت بيان، ونشر بعض الصحف ما نعرف كيفاش تراجعت بعض الصحف، داروا بيان كبير ومنظمة كذا تدين الأستاذ الفلاني اللي قال وإحنا ما يعني يعلمونا كي نديروا نجتهدوا ويعلمونا كي نديروا نكونوا. حنا نقول لكم هذا الشيء لانه فعلا احمق هذا، ما حناش نقول لكم ما حناش نعتذر لكم نقول لكم باللي ماشي راه احمق هذا. اذا كان الانسان لا يستطيع ان يصل الى حقه الشرعي كيف يطمح ان ياخذ ما ليس لحق له؟ هذه المراه الان مسكينه ما اخذت حقها الشرعي، حقها ان ترث الان، بعض المرات في بعض القرى لا ترث، في بعض القبائل ما يمكنش تورث. انا قلنا هل تطالب بما يعطيك الشرع أن تطالب بما لا يعطيك الشرع ولا يعطيك البشر؟ هذا ما غادي يعطيك لا الشرع ولا البشر. سهل تجي الإنسان دير غير قرار وتقول لهم خصكم تبقاو تعطيو لبناتكم بحال ولادكم، على ذوك الناس هذوك زنابل هذوك الناس شكاير ديال ديال ديال, ديال تبن شنو عملك تعمل انت يا انت راك فعلا ما تعرفش ما تقول.
إذا كنت تريد أن تقرب للمرأة الخير فقرب لها الشرع، أعطها حقها الشرعي في مجموعة من الأراضي. وحنا شحال من أراضي السلالية، الأراضي ديال 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 القبائل ما توريتش المرأة، ما تأخذش منها، يجيو الأولاد يديو والنساء يتفرجوا، ولا هضرت يقول لها سكتي. هل هذا وضع شرعي؟ اللي مش ما طلبيش أنت بحقك بعد الليل. لذلك قلت بأن هذا ليس صحيحا، لا يصح. أي خرج أنت قانون، يلا خرج قانون بأنها بأن المرأة ستريد هكذا بغيت تقول. أجيب وأنت تطبق، أجيب وأنت. أنا نتحداك إلا درتوا هذاك القانون خرجوا في البرلمان، أنا نوقع لك عليه، أنا نوقع لك عليه. ما يمكنش واحد يتبعه، وما يمكنش تلحق به واحد. هاد البشر ماشي سهلين، كي تطبق عليه القانون هو يعرف كيف يفوت لك. هاد الناس الآن حق ديال المرأة العادي يحتالوا عليه، ويكتب الراجل لولاده ويعطي لهذا ويعطي لهذا ويخلي البنات يتفرجوا. هذا شيء كثير الآن. إذن هل أنت بهذا القانون الذي ستصدره تضمن المرأة حقها؟ الذي يضمن المرأة حقها والذي يلطف الزوج والأب يقول الله يخليك خلي البنت حقها هو القرآن. القرآن يدافع عن المرأة، القرآن يقول للآباء، والحديث يقول للآباء لا تظلموا بناتكم، أعطيوا لبناتكم. ها؟ والقرآن ده يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثله حظ الأنثى، هذا وصية ديال الله. فلذلك المسلم لا يمكن أن يظلم بنته، وذلك ثبت في الحديث كذلك أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا شبر، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيجور في الوصية، فيجور في الوصية، يعطي الولد ويخلي ابنته فيكون من أهل النار. إذن من الذي يدافع الآن عن المرأة؟ هل يدافع عنها قانون أم يدافع عنها دين؟ الدين يدافع عن هذا، الله تعالى يتحدث، القرآن يتحدث، الحديث يتحدث. هل الناس يخضعون لكلام الله أم يخضعون لقوانين؟ القوانين يتلاعبون بها، لا يوجد قانون يتلاعب به البشر، ما كانش قانون، أي قانون إلا البشر قادر أن يتلاعب به. إذن فلذلك قلت بأننا نحن يجب أن نعود إلى الهداية القرآنية ونتمسك بها، لأنها هي الضامنة لتحقق الخير لهذه الأمة. فقلت لو أننا تعاملنا مع القرآن بكل أنواع التعاملات التي فيها بعضها جيد، نقرأه، نجوده، نكتبه، كل ذلك، ولكن أهم شيء هو أن نهتدي به. ومن أجل أن نهتدي به لابد أن نعرفه، ومن أجل أن نعرفه لابد أن نبذل جهدا، جهدا كبيرا. احنا مشينا في اتجاه آخر، بعد ما تأخذ واحد الإنسان احفظه القرآن كما ينبغي، احفظه مزيان، خرج طالب ممتاز، كي يخرج يحط له حي واللي صافي ما يقرأ حتى حاجة، هل هذا يستفيد من القرآن؟ أبدا. وليته سكت، ليته يسكت، مع المرة يمشي يتكلم، ما قرأ ما سكت. ويجي واحد مرة يشوف واحد السيد مات، ما شاء الله، ها قتل كيف قدره، كيف جبت هذا المعنى وفين دخلت هذا المعنى؟ قتل زعما قتل الله كما قدر عليه، هذا المعنى ديالك؟ هذا المعنى هذه آية أخرى فيها معنى آخر، قتل بمعنى قاتله الله، وهذا يتكلم في الوليد بن نضر وعبس وبصر ثم أدبر واستكبر، قتل كيف أي قاتله الله كيف قدر الأشياء وكيف ومشى بهذا الشيء معنى واحد آخر لا صلة له بالقرآن. ومثل هذا كثير، لماذا؟ ما الذي يأتي بهذا؟ يأتي به الانقطاع، أي لا بد أن نبدأ الآن أن الذين لا يتصلون بالقرآن يجب أن يتصلوا. هذا برنامج رمضان، يقرؤون القرآن ويحاولون فهم جزء منه، على الأقل استجابة لله، استجابة لأنهم يريدون أن يهتدوا بهذا القرآن. ما غاديش يكونوا علماء كبار في القرآن، ما غاديش نقول نسولك الله يخليك ما هي الكلالة، راه كاين القرآن فيه الكلالة، ها شفتونا كفي الكلام، ما نقولكش الله يخليك ما تكلمش الكلام، خليها للعلماء، ولكن قرا الايات التي تصلح بها حياتك، الايات التي تدركها وتفهمها، بمجرد ان تعود الى الكتب العاديه، الكتب التفسير المختصره، ستفهم بعض المضامين، وحينئذ ستضبط حياتك على هدايه القران. اذا كل هذه الهدايات التي تحدثت عنها فان المركز فيها هو هدايه القران. اما ما سبقت الإشارة إليه من هداية الإنسان للإنسان فهي
حتى أتم الحديث، فهي تعود إلى أمرين: هداية الإنسان للإنسان، نوعها الأول الدعاء له. إنك حينما تبهل هذا المعنى، هذا جيد جدا، حينما يكون من لطف الله بك وبإنسان آخر ليس مهتديا أن تذكره أنت في صلاتك خصوصا عن ظهر الغيب، وتقول اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده، فقد يستجيب الله لك فيهتدي ذلك الشخص. هذا سموه من هداية الإنسان للإنسان. ولذلك يجب أن يتعلم الإنسان هذا الدعاء، خصوصا حينما يدعو لأبنائه لأولاده. احنا بعض المرات ما بقاوش يدعو، كاين الناس يقول الله يهديك ولدي الله، ولكن ما يذكروش، ولكن في كل المراحل في كل الأوقات يدعو الإنسان للهداية لنفسه وخصوصا للآخرين. اللهم أهدي اللهم أهدي أبنائي، ماشي أهدي، كان شي واحد يقرأونا أهدي أهدي، هذا من الإهداء، هذه الهمزة ماشي قطعية، شي واحد يقول اللهم أهدي، شي واحد الفاتحة يقول اللهم أهدي، اللهم أهدي زعما يعطيه هدية، يديه سيفطه هو بروحه يمشي هدية. حنا نتكلموا على الهداية، اللهم أهدي، الهمزة هنا ماشي قطعية وصلية، اللهم أهدي أبنائي، اللهم أهدي مثلا أصدقائي، اللهم أهدي كذا. وإذا وجدت إنسانا شاردا أو ضالا تتصدق عليه بهذا الدعاء، فتقول اللهم أهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، وكثير من الأشخاص تعلقت بهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلق بهم إرادة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهتدوا، فدعا الله تعالى اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين، فاستجاب الله له في عمر بن الخطاب في مع كلام في الحديث. فدعاء الصالحين قد يكون مستجابا، ومن أهم ما يدعو به الصالحون هو الهداية. ولذلك حينما تواجه أنت أيضا الصالحين والأخيار قل ادعو لله، ادعي الله بالهداية، فإذا دعا لك الله يقول لك الله يهديك الله يهديك، ومعرفت لي قلنا الله يهديك الله يقول هرا يسبني واش يدعون الله يهدينا أنا نتلف الله يهديني زعما ما محتاجش الهداية، هو شحال واحد كان تقول الله يهديك ها، ولا نقول في معنان بمعنى أنك تسبه، لا، نحن محتاجون للهداية. ولذلك هذا من هداية الإنسان للإنسان الدعاء له خصوصا بظهر الغيب. ومنه من هداية الإنسان للإنسان تبيينه والإيضاح، فالذين كتبوا العلم هدوا هذه الأمة، الذين كتبوا المجلدات والذين ألقوا المحاضرات والدروس والمواعظ هم كثير في تاريخ هذه الأمة، كل هؤلاء كانوا يهدون هذه الأمة عن طريق البيان. إذن هذا مما سموه هداية الإنسان للإنسان، ولكن هذا أيضا ليس إلا بيانا، ولكن الهداية الأصل هي لله وهي التوفيق. فإذا هدى الله الإنسان ف ينتفع مما قيل له، وينتفع مما سمع، وينتفع مما وقع عليه بصر، وينتفع مما انتهى إليه، لكن الأصل في كل ذلك هو توفيق الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عملت سوءا ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.